السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا اليوم في قناه تويا بيوتي. اليوم البنات غادي نقدم لكم غلاس بالكراميل، كيجي غزال صراحه ورائع في المذاق وبحجم عائلي وسهل جدا. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج نصف لتر من القشدة الطرية. بالنسبة لبنات القشدة الطرية تكون باردة مزيان، انا عملتها في الثلاجة قبل ما نعملها في الطراب. غادي نحتاج واحد دانيت كراميل، يمكن لكم ديروا جوج دانيت كراميل على حسب الذوق ديالكم. وغادي نحتاج معلقة كبيرة من الكراميل، يمكن لكم تضيفوا جوج معالق على حسب الذوق. صافي البنات، غادي نطرب هاد المكونات هادو مزيان، خليهم تيطربوا مزيان ونرجع معاكم. صافي البنات، من بعد ما كملت التطراب ديال المكونات اللي كانوا عندي، هذا هو القوام ديال الكريمه. ما نخليوهاش تترجع قاصحه معانا، يعني القوام ديالي يجي شويه خفيف ماشي ثقيل. غادي نحتاج للوز مهرمش، انا سلقته وقليته وهرمشته. وغادي نحتاجو للشوكولات اللي كنديروا به كوكيز، شوكولات حبيبات. صافي غادي نخلط على هذا الشكل. هذا يمكن لكم تعملوا الكاوكاو، اي حاجه كتفضلوها تعملوها. انا عندي هاد جوج مكونات استعملتهم. صافي غادي نخلط مزيان، تدخل المكونات مع بعضها ونرجع معكم. بالنسبه للمول غادي نحتاج هذا السيركل الدائري اللي كيتزاد وينقص على هذا الشكل. صافي دابا غادي نصب الخليط ديالي في المول. بالنسبه نحتاج التوصيل، انا نحتاج مع هاد الكريطنات اللي كيكونوا ديال الحلوى. انا هنايا غلفت بابي سلوفان، يمكنكم تعملوا صينية ولا اي حاجه كتوفروا عليها. صافي دابا غادي نصب الخليط. بالنسبه للسيركله كان كبير، غادي تقدروا تنقصوا منه لان عندي هنايا هذا المول كيتنقص وكيتزاد. صافي على هذا الشكل هذا غادي نصب الخليط اللي عندي كامل. صافي دابا غادي نقد السطح ديالو بسباتول، وغادي ندخل الكلاص ديالي للثلاجة. غادي نخليه ليلة كاملة باش يجمد معايا مزيان. من بعد ما خرجت الكلاص من المجمد، دابا غادي ناخذ منديل غادي نفزقو بالماء سخون وغادي ندوزو على الجوانب ديال الاطار باش تسهل عليا البنات العمليه ديال الازاله ديال الاطار. صافي دابا غادي نفتح الاطار بكل سهوله من بعد ما عملت المنشفه فيها الماء، يعني كتسهل علينا العمليه. صافي على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص،
كيجي رائع في المذاق وكيعجب الصغار والكبار وبمكونات بسيطة. بالنسبة للتزيين كيبقى على حسب الخسيار. انا هنا ذوقت بصوص ديال الكراميل والشوكولات حبيبات. يمكن لكم تستعملوا في التزيين لوز كونكاسي او الكاوكاو، المهم على حسب الاختيار ديالكم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الكلاس، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو على الحباب والصحاب باش تعم الفائده. مع السلامه.